مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي والفلسطيني سيد مصعب قفيشه. اهلا بك سيد مصعب. بدايه، بعد تظاهره فلسطينيه محتجه على قانون القوميه، قدم حزب الليكود مشروع قانون يعتقل كل من يرفع العلم الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني. كيف ترى هذا القانون وتوقيته؟ بدايه نقول كل عام وانت بخير للجميع. وانت بخير. كل عام وانت بخير لزميلي. بصراحه التوقيت الان وفي ظل تخاذل وخنوع عربي رسمي وشعبي، خاصه ما حدث بعد الثورات العربيه، الان الاستحلال وخاصه هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه تستغل كل لحظه من ضعف الامه العربيه والاسلاميه وتشرذم القضيه الفلسطينيه وابنائها نفسهم من طرفي الضفه وغزه. الحكومه الاسرائيليه يعني اجرت حوارات وقامت بدعم الحكومه، بدعم المشروع بشكل كبير، ايضا هناك تسريع باجراء قراءاته. دعنا لا نكون بعيدين عن المشروع، هو تعديل لقانون العقوبات القديم والذي كان يمنع تجمع ثلاث اشخاص او اكثر بسبب الاخلال بالامن العام. نعم. ونص على عدم رفع اعلام دوله معاديه او غير صديقه. بصراحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغل الوضع الآن ويقوم أيضا دعم هذا القرار بشكل شخصي، وكتب على حسابه على تويتر بأن رفع العلم الفلسطيني هو أفضل دليل على تشريع القانون القومية والقانون العنصرية. طيب، الاتحاد الأوروبي دعا للتصويت ضد قانون القومية واصفا إياه بأنه يحمل رائحة عنصرية، كيف يمكن أن تستفيد السلطة الفلسطينية من هذا الموقف الأوروبي؟ بصراحه يعني تعودنا بان جميع الصوت الدوليه لا تؤثر على الاحتلال، وجميع الامور الرسميه والسياسيه لا يلقي لها بالا. نحن لدينا قرارات كثيره في الامم المتحده، لدينا يعني العديد من الاتفاقيات، العديد من المطالبات، ما كان هناك اي حديث او اي عمل على ارض الواقع. لا ننسى ان هذا القاف يعني طالب بفرض عقوبات على الاحتلال قبل فتره، وخاصه مشير الى تقرير الامين العام للامم المتحده حول تامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني. نحن نراها فقط مجرد كلام بالهواء وحبر على ورق. طيب، طالب صائب عراقات المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، الى اي مدى ترى ان هذا التوقيت مناسب لامكانيه تحرك المجتمع الدولي في هذا السياق؟ انا كنت قبل قليل، المجتمع الدولي الان غير معنى للقضيه الفلسطينيه، لديه الان امور اكثر بكثير، لديه الان خريطه دوليه ترسم من اول جديد، شرق اوسط جديد، القضيه الفلسطينيه هي على هامش القضايا الان، خاصه مع ترامب واعلان نقل السفاره الفلسطينيه السفاره الامريكيه الى اسرائيل، فالامور جدا غير واضحه، والقضيه الفلسطينيه الان هي ثانويه بالنسبه للمجتمع الدولي، والجميع المطالبات هي طلبت بالهواء. شكرا جزيلا مصعب قفيشه الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل.